مرحبا، اسمي رامي الكرمي، انا بشتغل مستشار مع شركه زين، ومن ضمن مسؤولياتي اني مسؤول عن منصه زين للابداع زينك. اليوم احنا عملنا كل مره اي معامله بنحاول نعملها، يا بدي اصف على الدور، يا بدي ادفع حق المعامله، يا بدي اطلع من طابق لطابق. على الاغلب المعامله منتشره باكثر من مؤسسه حكوميه، على الاغلب في مجال كبير لتحسين البيئه وانه نخلي المواطن الاردني يشعر بانه المعامله مش عبء عليه، بالعكس شيء بيقدر يدخله ضمن حياته اليوميه. اليوم طريقه جدا سهله، بدنا نعمل ستارت اب ويكند اسمها الام جوف اديشن لدعم المعاملات الحكوميه، بس من خلال انها تصير موجوده على تطبيقات الهاتف النقال او السمارت فونز. بدنا نبني ابلكيشنز، البرنامج عباره عن شراكه بين زين وبين ستارت اب ويكند، وبدعم طبعا من شراكه مع وزاره الاتصالات او برنامج الحكومه الالكترونيه. هدفنا الرئيسي اليوم نطلع بستارت اب لها بروتوتايب مع بزنس موديل بتقدم قدام لجنه الحكام. هاي المره بالام جوف اديشن تبعنا انه راح نركز انه هاي التطبيقات تكون موجهه دعم او تخفيف او تسهيل انه المواطن الاردني يقدر يتقدم باي معامله يتعامل معها لاي مؤسسه حكوميه بتقدم خدمات للمواطن الاردني، لانه اليوم في مجموعه خدمات موجوده عم بتقدمها الحكومه. احنا كثير حابين برضه من خلال منصه ستارت اب ويكند انه نسمع ونشوف افكار ابداعيه يطلعوا فيها الشباب. الشباب دائما عندهم افكار، اليوم هاي منصه انه انتم تيجوا تشمروا عن ايديكم ونشتغل مع بعض نطلع بهاي التطبيقات. اليوم انا ممكن اطلع بفكره انظم بروسيس كامله او انظم عمليه، مش شرط تدخل في كيان الخدمه الحكوميه اللي عمالها بتتقدم، ممكن تكون مكمله لهاي الخدمه. ثلاث ايام هاي هدفها انه نوصل لفكر واضح، نموذج عمل تجاري يمكن تطبيقه ويمكن تطويره، نبني تطبيق يوصل لحد انه نقتنع احنا وفريق العمل انه هذا شيء ممكن نشتغله. اليوم البرنامج هذا تبع ستارت اب ويكند جزء من برنامج كبير ومتكامل عم تبنيه زين مع وزاره الاتصالات وحكومه الاردن. ستارت اب ويكند اديشن الام جوف اديشن هو الخطوه الاولى في هذا البرنامج، راح يكون في مراحل لاحقه لنتاكد انه هذا التطبيق يمشي معنا، وفي برامج تانية كمان مكملة لهذا البرنامج. عم نتبنى فكر أب جلوبال اللي هم المؤسسة اللي وراء ستارت اب ويكند، متبنية انه خلال هذا الشهر في العالم كل ستارت اب ويكند عم بيكون اديشن، فاحنا عملنا متبنين الام جوف اديشن خلال هذا الستارت اب ويكند. اي حدا بيشتغل في الديفلوبر كوميونيتي، اي حدا بيشتغل بالابداع، اي حدا عنده قدره برمجيه، اي حدا عنده فكره، او اي شركه قائمه حتى كبيره وجاي على بالها تشتغل في مجال الام جوفرمنت وتقدم سيرفيس للحكومه، كلياتهم مدعوين يشاركوا معنا بالستارت اب ويك اند وببرامج الام جوف انيشيتيف اللي رح نطلقه ان شاء الله مع بعض. اللي حاب يكون معانا بستارت اب ويك اند، الايفنت راح يصير بزين انوفيشن كامبس زينك عماره جروج كينج حسين بزنس بارك جمع الملك حسين للاعمال. وعشان اشارك بستارت اب ويك اند ام جوف اديشن بدي اتواصل اونلاين مع الفورم اللي حيكون على الستارت اب ويك اند عمان، بس ينوي ويعبي الفورم ويجينا وقت ستارت اب ويك اند. طبعا يعني وقتها بس تيجوا على زينك مدير بالنا عليكم ان شاء الله ونقضي ويك اند لطيف، بس الهدف فيه ان شاء الله مع نهايه الستارت اب ويك اند 28 29 و30 ان شاء الله يوم 30 بدنا نشوف نقله نوعيه في عالم تقديم الخدمات الحكوميه ان شاء الله في الاردن من خلال هاي المنصه. رح تطعمونا بس نيجي؟ يعني انتم شطرتكم. احنا اليوم بدنا نعمل ستارت اب ويك اند ام جوف اديشن عشان نحدث تغيير بالاردن، فانا بدعوكم كل حدا عنده فكره او سمع عن حدا عنده فكره او حدا ديفلوبر او حدا ديزاينر او اي حدا بحس انه ممكن يضيف فاليو على تقديم خدمات حكوميه من خلال الموبايل او من خلال السمارت فونز يجي ويحضر معنا. باكد لكم راح تنبسطوا وراح يكون تجربه مميزه،
وبأكد لكم إن شاء الله إذا حدا ناوي يحدث تغيير نقدر نتبنى هذا التغيير ونمشي مع بعض لتحقيقه. 28 الشهر 28 29 30 ستارت اب ويك اند ام جاب اديشن هون بزين انوفيشن كامبس زنك. اليوم احنا عم نعمل ستارت اب ويك اند ام جاب اديشن عشان تيجوا تشاركوا معنا، ف تعالوا من شان الله.